على خلفية أزمة العملة الصعبة، لا تزال معظم البنوك الجزائرية عاجزة عن تغطية الطلب المتزايد على العملات الأجنبية بعد توجه المواطنين بطلبات منحة السفر تزامنا وعطلة الربيع. يأتي هذا في وقت تزايد فيه الطلب والسحب للعملة من طرف زبائن البنوك مع ارتفاع المخاوف المتعلقة بالأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. ندرة السيولة بالنسبة للمصارف قلت لك تتعلق بوضعية ميزان المدفوعات، تتعلق بالنسبة التي يمنحها البنك المركزي للبنوك التجارية، ونحن الآن نشاهد بأن احتياط الصرف لدى البنك المركزي يتضاءل ويتآكل بصورة مستمرة، ولهذا فهو يلجأ إلى عملية التقييد والتشديد لمنح المنحة السياحية خاصة العملة الصعبة الموجهة للسياحة. وفي ظل غياب مكاتب معتمدة لصرف العملات الأجنبية، تشكل السوق الموازية وجهة يقصدها المواطنون لتلبية حاجياتهم من العملة ولرفع قيمة تحويلاتهم مقابل الدينار، في الوقت الذي تضع فيه البنوك سقفا محددا لتغيير العملة الصعبة. طالما البنوك الجزائرية ما حسنتش أمرها القضية تاع تحسين تقنيات تاع البنوك على مستوى بنوك الدولة، بخصوص 6 بنوك وحتى البنوك التجارية اللي هما 13 أو 14، المواطنين اللي عندهم امكانيات ماليه ما يروحوش للبنك. نتمنى ان اي حكومة تجي من الان فصاعدا تحاول تعرف تلعب دور كيفاش تحسن رؤية تاع وزارة المالية تاع السياسة الجبائية وتاع البنوك باش تخلي تجلب الناس، هؤلاء الناس الجزائريين اللي عندهم امكانيات ماليه يرجعوا تدريجيا. وتشهد اسعار العمله الصعبه في السوق السوداء ارتفاعا كبيرا مقابل الدينار الجزائري الذي يواصل تراجعه. ياتي هذا في وقت عجزت فيه الحكومه على ايجاد البديل للسوق الموازيه التي ترتفع فيها اسعار العمله ليتقلص بموجبها الحجم الذي تتدعم به المؤسسات البنكيه. لم تقتصر تبعات الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر على أسعار وحجم العملة الصعبة فقط، بل فاقمت من حجم المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ 4 سنوات، ما يضع الحكومة المرتقب تشكيلها أمام رهان النهوض بالاقتصاد الوطني. أمينة مدودة الغد، الجزائر.